فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول: جاء في الآية أن الكفارة تحرير رقبة ودية مسلمة، فمتى يلجأ إلى الصيام؟ هل إذا لم يستطع أحدهما؟ كيف؟ يقول: جاء في الآية أن الكفارة تحرير رقبة ودية مسلمة. نعم، أما لم يجد فصيام شهرين متتابعين في آخر الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الأمة ليست عليه دية الخطأ، ما هي عليه، على العاقلة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.